قد يبدو هذا المقطع المصور مشهداً هارباً من فيلم تاريخي يحاكي أسوار القصور العالية وما يجري خلفها، إلا أنه مقتطف من أضخم حفل تتويج شهدته إيران نهاية عشرينيات القرن الماضي للشاه محمد رضا بهلوي. حقبة زمنية انتهت، إلا أنها عادت لرؤوس البعض ممن يرغب بأن يرتدي التاج مجدداً، لكن بالاحتفالات المكلفة. فالواقع الاقتصادي والسياسي والأمني اليوم في إيران لن يسمح، خاصة على وقع الاحتجاجات وإلقاء قنابل المولوتوف وإعدامات النظام الإيراني التعسفية. هذا الرجل السبعيني المجهول والذي يقف في مكان مجهول خاطب الإيرانيين بالفيديو باقتباسات من كبار شعراء الفارسيين، معلنا أنه شاه عباس سلجوقي ملك الملوك وإمبراطور إيران آخر المتبقين من سلالة السلاجقة ومن الأتراك الإيرانيين. قد تبدو مزاعم الرجل في حكم إيران مثار جدل، نظرا إلى أن إمبراطورية السلالة السلجوقية أفلت قبل أكثر من ثمانية قرون. متسابقون آخرون دخلوا للعب على الأسماء والسلالات التي حكمت إيران تاريخياً، فهنا احتفالات وطقوس وأزياء تشبه العصور الوسطى بنياشين ذهبية. وسائل أعلام أعادت التذكير بتقرير نشر في عام 2016 يزعم وجود أحد أحفاد السلسلة القاجارية في إسطنبول، ونشر شخص يدعى بابك ميرزا قاجار فيديو يؤكد أنه ينحدر من السلالة القاجارية والتي حكمت البلاد حتى عام 1925. أما ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي المتبقي الوحيد من سلالة الشاه فلا يبحث عن السلطة كما صرح مؤخراً، لكنه سيبدأ بزيارات لدول مختلفة للقاء سياسيين وبرلمانيين حول أزمة إيران الراهنة على خلفية حملة تطلب منحه الوكالة ليتحدث باسم الإيرانيين وليوصل صوتهم بعيداً عمن يتسابقون لطرح أنفسهم بديلاً للنظام الحالي، وبعيداً عن العودة للبلاد والتنعم بفخامة وبريق هذه القصور.